شكل مجلس الأمة اليوم لجانه الدائمة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي 17، بالإضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، وحسم مجلس الأمة تشكيل اللجان الدائمة بانتخاب أعضاء لجنتين: شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، فيما زكى المجلس أعضاء لجان العرائض والشكاوى، شؤون الداخلية والدفاع، الشؤون المالية والاقتصادية، الشؤون التشريعية، الشؤون الخارجية، المرافق العامة، حماية الأموال العامة، والميزانيات، والحساب الختامي، والأولويات.